السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه باش كنحتفظ بالفريز واحد المده في يعني في المجمد وبدون ما يفقد يعني اللوغو ديالو، سورتو لوغو اللي شي مره كيحمض لنا كيولي بحال حامض ما كيجيش في العصير زوين. فهاد الطريقه هذه اللي غنقدم لكم اليوم زوينه بزاف وسهله وكتحتفظوا به حتى يعني حتى 3 شهور ماشي مشكل، كيبقى بنفس المذاق ديالو. اول حاجه كناخذوا الفريز ديالنا وكنديروا عليه الماء واحد بانيو صغير حتى كيعمر بالماء مزيان، وتخليه شي شويه حتى كيطلق داك الرمله اللي فيه وكيولي يعني الماء كله كحل. وغنبقاو نبدلو عليه الماء حتى كيصفى الماء، عاد ديك الساعه نحيدو النباته. النباته ما كنحيدوهاش في الاول حتى نغسلوه. كما شفتو كنغطيو الفريز بالماء وكنخليه واحد شويه كما قلت لكم حتى يطلق داك الرمله ديالو اللي كتكون لاصقه فيه، ونبقاو نعاودو الماء عليه حتى كيصفى مزيان. ديك الساعه عاد غادي نرجع معكم باش نحيدو النباته ديالو. صافي، من بعد ما كنغسلوه كما شفتو كنسقطروه مزيان من داك الماء. دابا كنبدا نحيد هاد النباته هادي ماشي بالموس، كنحيدها غير بيدي حيت الا درتو الموس راه كيتاكسد لنا الفريز وهي كيخسر. صافي، وكنحطوهم فواحد البلاطو نديرو فيه شي بابي ابسوربون باش يتسقطر من الماء. ما حنا راه حنا غنشفوه بالسوشوار على البارد ماشي على السخون. صافي البنات، دابا كنجيب السوشوار وكنشعلو على البارد، ضروري على البارد باش غير كنشفوه مزيان من الماء. هذاك الماء اللي كيبقى، لان شحال من اخت كنشوفها كتخلي الفريز فازك يعني كما كان نغسلوه وكتبدا ديروه في البلاستيك وديروه في الثلج، هذاك الشيء يعني كتضمن غير سيمانه عندك كيولي حامض. باش ما يبقاش حامض خاص هذاك الماء اللي تغسل فيه ينشف، عاد ديك الساعه كنكونجوليوه. ما يمكنش ديريه في الفريغو وهو فيه الماء ديالو. دونك دابا غادي نشعل على البارد وننشفو مزيان ونبقى نقلبو بيديا حتى كينشف تماما. هاد الشكل هذا كندوز عليهم كاملين. صافي البنات، من بعد ما كينشفنا مزيان بالسوشوار دابا كنستفو فواحد البلاطو كل وحده بوحدها وكندخلو للمجمد المده اللي غادي يجمد لكم فيه. المهم كل فريغو والمده ديالو، انا ديالي دغيا كيجمد يعني ساعه ساعه ونص كاع يكون جامد. ديك الساعه فاش كتجمد كل حبه بوحدها عاد ديك الساعه كنجمعوهم في البلاستيك ولا في دي بواط على حسب نتوما الطريقه ديال التخزين ديالك. صافي البنات، كما شفتوا هو جمد ولا حجره. صافي، ملي كيجمد مزيان ديك الساعات كتجمعوه في البلاستيكات ولا ديروه في بواطات باش ملي كتبغوا تجبدوا الكميه اللي بغيتوا كتجيكم ساهل باش كتستعملوا، يا 3 يا 4 في العصير. مهم كتهزوا قياسكم، ماشي بحال فاش كديروا شي على شي ملي كتجيو ديكونجولي وخصكم تضطروا تستعملوا يعني البلاستيكه كامله. دابا غادي نديرو في واحد العلبه ونديرو في الثلج ديالنا. صافي، كما شفتوا كتستفون في العلبه ديالكم وصافي، وكتردوهم للفريغو فوقاش ما بغيتوا تستعملوا كتهزوا الحبات كيكونوا مفصولين على بعضياتهم. كنتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم ونشوفكم فيديو جديده. سلام عليكم.